بالنسبه لردود الافعال يعني الاختلاف ديالها من مدينه لمدينه، كاين دائما بين الرباط مثلا والدار البيضاء كاين اختلاف بسيط، هو ماشي غادي مع المدينه، هو عنده علاقه مع الكيميائيه اللي تخلقات في هذيك اللحظه في القاعه، يعني ديك اللي تخلقات ما بين العرض والجمهور، هذاك العلاقه الروحيه اللي كاينه في ذاك المجال اللي ملعوب فيه العرض وديك الطريقه ودوك الناس اللي حاضرين في هذيك اللحظه. يعني أنا نفس القاعه نفس العرض الا بدلتي الجمهور مثلا كتبدل دير معادله جديده. اذا كل عرض عنده خاصيه ديالو، وكاين قواسم مشتركه ما بين المدن والعروض، يعني نفس المواقع البلاصه كيضحكوا فيها الناس بنفس الحده، ولكن كتحس بان كل عرض عنده خاصيه ديالو، حتى المزاج ديال الفنان بعض المرات كيلعب مره عيان مره ديبري، بعض المرات كتكون عيان وكتلعب مزيان، كتكون متعب ومرهق وكتلعب مزيان، وبعض المرات كتستمتع، بعض المرات كتمثل كتادي الخدمه ديالك وصافي، على حسب العرض، ما كاينش تشابه دائما واخا نفس العرض. علاش بغينا نديرو هويز كبور، يعني شكون هو كبور؟ باش نعرفوا الناس بكبور خارج السياق ديال السلسلات، باش نعرفوا يعني شكون هو، منين جا، فين كبر، اشنو خدم، قبل ما نعرفوه في 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 في, في, في الكوبل وفي السلسلات ديال التلفازه. ولكن ايضا شنو هي ردود الافعال ديال كبور على قضايا اللي كيعيشها المجتمع المغربي حاليا، لان العرض فيه رسائل، فيه مواقف، فيه نظره نقديه للمجتمع المغربي والظروف اللي كيعيشها المجتمع المغربي حاليا. يعني هو ما كاينش غير فكاهه فقط، حاولنا اننا نوازنوا ما بين الشكل والمحتوى، ويكون بالاضافه الى الضحك تكون هناك رسائل، يكون هناك تامل، ونطرحوا اسئله على المجتمع المغربي. الغرض ماشي هو، لانه احنا دابا في المسرح، في المسرح كنعرفوا كتكون حريه اكثر في تناول المواضيع وفي اشكال ديال التناول ايضا، دونك احنا حلينا المجال الكبور باش يعبر على ذاته وباش يعبر على الرؤيه ديالو للمجتمع المغربي. مبارك أبو علي رسام كاريكاتير وصحفي، كنشتغل في المجال الإعلامي تقريبا منذ سنة 1988، والكاريكاتير يعني خذاني بواحد النسبة كبيرة من العمر ديالي خذاها، ولكن الآن رجعت للعمل ديالي، وكاين انفتاح على عالم آخر اللي هو العالم ديال المسرح، اللي لقيت أنه كاين دوائر التقاء ديالو خصوصا في الكوميديا مع الكاريكاتير وكذلك مع الصحافه. هو حقيقه العمل ديالي مع حسن الفد هو واحد نقطه ضوء يعني منيره في الحياه ديالي، سواء العمليه او كذلك الفنيه كرسام كاريكاتير. والكاريكاتير والكوميديا كينتميو لنفس الجذع، يعني غير مثلا انا كنرسم لا كاريكاتير والسي حسن او لا فنانين اخرين مغاربه كيجسدوها في المسرح ولا في السينما ولا، ولكن الهدف واحد، هو اولا كنحاولوا ماشي فقط يضحك الناس، ولكن كنحاولوا نخلقوا اعاده خلق الواقع بواحد الشكل اقل تراجيديا واقل اقل قسوه. الور وبشيء من فيه شيء من طرفة الور، وهنا في جال التقاء ما بين الكاريكاتير مع رسام كاريكاتوري واعلامي مع حسن الفد، اللي وخصوصا شخصيه الكبور اللي عندها واحد مؤهلات كبيره بانها باش تطرح مواضيع وتعالجها وتناقشها ويوقع فيها واحد الاخذ ورد مع الجمهور بشكل ذكي وبشكل عميق وبشكل طريف كذلك، بدون من ذاك الجفاء ولا القسوه في الطرح ديال هذه المواضيع. الور انا بالنسبه لي العمل مع حسن الفد هو واحد الدفعه قويه في 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 المجال ديالي الفني اللي هو الكاريكاتير، وفي مجالي الاعلامي، وكذلك في مجال حبي للكوميديا، لان انا كنعشق الكوميديا وكنعشق كل حاجه اللي كتزرع السعاده في الناس، هي كتزرع فيها السعاده حتى انا، وكتزرع فيها واحد القوه ايجابيه باش نمارسها. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.